دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وطبعا عضو مجلس النواب. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك يا دكتور. يعني أولا لازم نشكركم جدا على الجهد المذهل اللي بتقوموا بيه من خلال المتطوعين وأيضا في جمع كل هذه المساعدات كي تصل إلى أهالينا في فلسطين. والله يا يوسف بيه يعني الموضوع ده يعني بالنسبة لي بحس إن فعلا الشعب المصري ده شعب يعني محترم، شعب راقي، شعب فعلا يؤثر على نفسه ولو كان بيه خصاصة. يعني بصراحة اللي تم من الجمعيات الأهلية ومع التحالف الوطني العام التنموي ده بصراحة حاجة تفرس. إن مجرد ما فخامة الرئيس في بعد كام يوم من العدوان القاسم على غزة وبدأت الجمعيات الأعضاء في التحالف كلها حرصت إن تجيب كل الشاحنات، يعني أول قافلة كان فيها 106 قاطرة، حاجة كبيرة جدا، 1000 طن مواد غذائية، يتكلم في 40,000 بطانية، 80 خيمة، 260,000 عبوس عضوي والدواء، يعني مستلزمات طبية، يعني حاجة مبخرة. وبعدين الأجمل من كده في مجموعة المتطوعين من الشباب اللي هم راحوا مع قافلة اتحركوا من القاهرة إلى العريش معبر رفح، ناموا في الخيام في يعني في الأجواء ده من الصعب، بقوا نايمين هناك ومصرين إن هم لابد إن يدخلوا المساعدات الإنسانية لإخواتنا وأصدقائنا في غزة الشقيقة. صحيح. رغم من المضايقات الإسرائيلية مضايقات فعلا مضايقات، ولكن الأولاد كانوا حريصين وقالوا إحنا معتصمين هنا أمام المعبر لحد ما المساعدات تجي، والحمد لله نجحنا بفضل يعني تدخل الرئيس، وإن هو فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول في المداخلة إن مصر فعلا لن تحل المشكلة إلا عن طريق مصر، ولن يكون هناك حل للدولتين إلا عن طريق مصر. مصر فعلا هي قبلة السلام وقبلة العرب وقبلة العالم. فالنهاردة فعلا ضغوط الرئيس على رئيس أمريكي وعلى إسرائيل يمكن كان نتيجتها هو الأمين العام للأمم المتحدة، نتيجتها أن المعبر اتفتح ويدار اليوم الثالث على التوالي يبدأ. صحيح في تباطؤ وصحيح يعني نوع من أنواع التلكؤ منهم، ولكن احنا طبعا حريصين، كل يوم بتتدفق السيارات، ومش عايز اقول لك يعني انا طول النهار بتقبل يعني تلقى تليفونات من كل الجامعات على مستوى مصر ومن الاتحادات الاقليميه ومن الاتحادات النوعيه، وكلهم بيشعروا ان هو ينضموا للاتحاد الوطني الهلال الاحمر عشان يقدموا الدعم لاخواتنا السعوديين. ده رغم دي ملحمه مصريه، ورغم الظروف ما لازم ناكد يا يوسف بيه ان الظروف الدوله بتمر بيها والعالم كله بيمر بيها، يعني ظروف اقتصاديه شويه متاثر الناس بيها، ولكن الناس كلها أنا كنت النهارده في مؤتمر حاشد في شبين الكون وبنتكلم على قضية فلسطينية، بنتكلم برضه على انزل شارك مصر الإرهاب، وكنت مع سيد محافظ المنوفية والقيادات في المنوفية. النهارده الناس رغبتها كلها، والله أنا سمعت كلام النهارده أنا حسيت إن فعلا مصر خير، أما لا الناس كلها تقول لك لا إحنا يعني لو في رغيف نسوق النص، والناس يعني عندها الحرص والناس مرتبطة بقيادتها والناس كلها واقفة ضد موضوع التهجير القاصر. في ثقافة عامة في المجتمع، انا يعني شفت النهارده ناس بسطاء جدا في المؤتمر بيتحدثوا كانهم اساسا والله في السياسه، حاجه مهمه جدا. يعني الموضوع ده قدره النفاعه اللي خلت المجتمع المصري كله يلتف حول قيادته، ويعني يعرف يعني ايه يعني يعرف امن مصر وسلامه مصر. وان النهارده الناس بتتكلم يقول لك والله احنا لو هنجوع بس عندنا الامن والاهل. ما هو ده مكسب لوحده يا دكتور، يعني المكسب مش بس انه احجام المساعدات اللي داخله عشرات التريلات بتعدي كل يوم، لكن المكسب كمان هو انه الشعب المصري كله واقف لاجل هذه القضيه الانسانيه، يعني فده مكسب في حد ذاته مهول ورائع ومبهج، بقدر ما انه الجانب الاخر في اراضينا في فلسطين في قطاع غزه الوضع بائس. يعني لا والله النهارده يعني بقول لحضرتك كل يوم بتزداد، يعني انا بقول فعلا الشعب المصري اما يوم الاربعاء مجلس الشيوخ بيدعم الرئيس ويديله التفويض، مجلس النواب وكنا سوا الخميس الماضي بيدي تفويض باجماع، ويوم النهارده يوم الجمعه مصر كلها خرج، والنهارده لا انا برضه فيه والله العظيم يعني مصر دي بلد كبيره فعلا وبلد خيره جدا يعني بلد رياده وبلد جدا انسان يفتخر فعلا والله انه مصري. صحيح يا دكتور، يعني كل انسان بيفتخر انه مصري، وان احنا فعلا مصر دي حاجه كبيره جدا،
يمكن الناس كلها دي النهارده انا يعني متابع مؤتمر قمه السلام. انا بقيت فخور بالرئيس ان هو الكل يعني اتكلم بشماخه. وبعدين يعني فعلا قال كلمه النهارده وانا في مؤتمر الملكيه ان الرئيس قال كلمه عجبتني جدا، ان هو بيتعامل مع السياسه اللي هي سياسه شرف، مش السياسه اللي هي بمفهومها المعروف السياسه الملتويه او السياسه ذو الوجهين. لا، الرئيس بيتعامل بمنتهى النبل، منتهى النبل والنزاهة. ورجل مباشر جدا جدا يعني. وعشان كده خد ثقة العالم كلها، ثقة العالم جدا لم تأتي من فراغ، وثقة شعبه. النهارده في التفاف شعبي حول قيادته، النهارده الناس عندها استعداد يعني تتحمل وتتحمل نتيجة إن احنا النهارده في قيادة بتدور عليها، في دولة بمعنى كلمة دولة. صحيح. ودولة محورية. صحيح. وأنا طبعا يعني سعيد جدا باللي بيحدث، وبقول كفاية بس دي، أنا بقول بس لو احنا طلعنا منها مثل إن الشباب عرف يعني ايه سينا، عرف يعني ايه غزه، عرف يعني ايه فلسطين، يعني انا بقول الجيل الشباب اللي هو اللي محضرش الجيل ده والله مبهر يا دكتور. وكم واللي عملوه ده، وزي ما كنت حضرتك بتتكلم خير، الاول اشكرك يا دكتور طلعت كل الشكر. دكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه، وعضو التحالف الوطني العام الاهلي التنموي، وعضو مجلس النواب.